الفريق الاول لكره اليد بقى بنادي الزمالك للجهاز الفني طبعا للفريق بقياده الاسباني اوليفر روي هيعمل قياسات بدنيه للفريق اول ما يرجعوا للتدريبات مره ثانيه. المفروض ان الفريق باذن الله هيرجع للتدريبات يوم الاثنين اللي جاي بكره يعني، وده بعد فتره الراحه اللي حصل عليها الفريق بسبب معسكر المنتخب. الفريق هيستعد لماتشين الطيران والظهور ايام 11 و12 نوفمبر اللي جايين، وده ضمن طبعا دوري المحترفين. الفريق هيستعد للماتشين دول او للجولتين دول من غير اللاعبين الدوليين اللي هم 10 اللي متواجدين طبعا في معسكر المنتخب الوطني، هم كريم هنداوي، بكار، احمد مؤمن صفا، حسن قداح، وسام نوار، يحيى الدرع، سيف الدرع، وخالد وليد، حازم ممدوح، واكرم يسري. طبعا مهم جدا ان اوليفر روي يعمل قياسات بدنيه قبل ما يبدا الفتره بتاعته، لانه اكيد عايز يعمل زي فتره اعداد مصغره او يرفع الحمل البدني من هنا لحد 11 نوفمبر باذن الله. فالراجل عايز يعمل قياسات علشان زي ما قلنا قبل كده الرياضه اتطورت بشكل كبير جدا، ما بقاش في فكره ان انا لا يعني كلهم ياخدوا نفس البدني وكلهم ياخدوا نفس البرنامج التأهيلي، لا مفيش الكلام ده، كل واحد البدني بتاعه مختلف عن التاني. فالنهاردة واحد البدني بتاعه قليل جدا فببدأ أرفع له البدني بتاعه، الناحية التانية في واحد لا متوسط فبحط له برنامج مختلف، في واحد عالي فما بيبقاش محتاج الحمل البدني كتير قوي يعني. فطبعا مهم جدا القياسات البدنية دي عشان الراجل يبدأ يشتغل ولو فترة إعداد مصغرة خلال الأسبوعين دول يشتغل فيهم انه يرفع الحمل البدني لكل واحد باللي يناسبه بالتأكيد.